بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة أصول الاقتصاد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أحد أجزاء السوق. زي ما قلنا، أي سوق في الدنيا بيتكون من جانبين، جانب الطلب وجانب العرض. موضوعنا النهاردة إن شاء الله عن الطلب. في نهاية المحاضرة لازم تكون عارف إيه هو مفهوم الطلب، شكل منحنى الطلب إيه، تالت حاجة العوامل المؤثرة في الطلب، آخر حاجة الفرق بين تغير الكمية المطلوبة وتغير الطلب. لو بصينا لأول حاجة معانا اللي هي تعريف الطلب. إيه هو تعريف الطلب؟ قالك الكميات التي يرغب المستهلكون في شرائها من سلعة أو خدمة معينة عند المستويات السعرية المختلفة في فترة زمنية معينة بافتراض ثبات العوامل الأخرى. لو بصيت لتعريف الطلب على ايه، بيتكون من كذا جزئين. اول حاجة اللي هي الكميات التي يرغب المستهلك ويقدر المستهلكون على شرائها. فاذا تعريف الطلب لابد من توافر شرطين اساسيين. اول حاجة لابد من وجود رغبة، والرغبة دي لابد ان تكون مدعمة بالقدرة على الدفع. يعني ما ينفعش يكون المستهلك عاوز يشتري عربية أو يشتري أرض أو يشتري بيت وهو معهوش فلوس يدفع. ففي الحالة دي لا يسمى إيه طلب، ولكن يسمى رغبة. عندي رغبة أشتري بيت، عندي رغبة أشتري عربية، عندي رغبة أشتري أرض. إمتى الرغبة دي تتحول إلى طلب؟ إذا توفرت إيه القدرة على الدفع. عشان كده بعض الاقتصاديين يقول لك الطلب، يعني ما يجوا يعرفوا عند الطلب يقول لك هو الرغبة المدعمة بالقدرة الشرائية على ايه، على الدفع. لابد من توافر القدرة على الدفع حتى تتحول الرغبة الى ايه، طلب. نيجي لتاني جزئية في التعريف، عند مستويات الاسعار المختلفة او عند مستويات مختلفة من الاسعار. انا عندي عند كل سعر معين في ناس تقدر تشتري السلعة. لو افترضنا مثلا سعر كيلو البطاطس 10 جنيه، وانت معاك في جيبك كام؟ 10 جنيه. هتجيب في الحالة دي كام كيلو بطاطس؟ طيب لو سعر البطاطس بقى 5 جنيه، في الحالة دي هتجيب كام؟ 2 كيلو بطاطس. فإذا هناك علاقة بين مستويات الأسعار الموجودة عندي والكمية المستهلك هيشتريها أو يرغب المستهلك في شرائها. فإذا الكمية الموجودة أو الكمية المطلوبة بتتحدد بناء على إيه؟ على مستوى الأسعار الموجودة عندي خلال فترة زمنية معينة. نيجو في تعريف الطلب أو نراز الشخص اللي نازل يشتري سلعة معينة، لابد بيحدد المدة اللي هيشتري خلالها. يعني أنا نازل أشتري سلعة تكفيني النهاردة، هتكون الكمية بتاعتي واحدة أو وحدتين. لو نازل أشتري سلعة تكفيني أسبوع، فالكمية هتكبر شوية. لو نازل أشتري سلعة تكفيني شهر، فالكمية هتكون أكبر. فلابد من تحديد الفترة الزمنية التي يتم خلالها الطلب. هل هي يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو أي أطول مدة ممكنة؟ فلابد من تحديد المدة، لأن المدة كلما طالت المدة اللي هطلب فيها هيزيد مين؟ هيزيد الكمية اللي أنا بطلب. زي حضرتك نازل تشتري سندوتش تفطر بيه، يبقى هتجيب كام؟ 2 مثلا. طيب هتجيب سندوتشات تكفيك فطار وغدا، هتجيب كام؟ 4. فعلى حسب المدة الموجودة عندك هيكون ايه الكمية المطلوبة بافتراض ثبات العوامل الأخرى، وده لسهولة التحليل. لأن أنا عندي السعر مش هو العامل الوحيد اللي بيأثر فين في الطلب زي ما هنشوفه دلوقتي. في عوامل تانية كتير زي الدخل، أسعار السلع البديلة، أسعار السلع المكملة، الأسواق، توقعات الأسعار، دي عوامل بتأثر في الطلب. فعشان أعرف أثر الأسعار على الكميات لابد أفترض ثبات العوامل الأخرى. طيب عاوز أعرف أثر الدخل،
على الطلب، فافترض ثبات العمل الأخرى اللي هي الأسعار وأسعار السلع البديلة وأسعار السلع المكملة والأذواق وتوقعات الأسعار وعدد السكان، فافترض ثبات العوامل دي لسهولة التحليل. طب هل الكلام ده في الواقع بيتم؟ طبعا ده ما بيتمش في الواقع، ما ينفعش أعمل ثبات العوامل الأخرى، ولكن ده افتراض غير واقعي. ده بالنسبة لمين؟ لتعريف الطلب. طيب الخطوة اللي بعد كده اللي هي جدول الطلب. طب ايه هو جدول الطلب؟ قالك ده بيوضح الكميات المختلفة التي يرغب المستهلكين في شرائها عند مستويات الأسعار المختلفة. يعني عند السعر 2 مثلا المستهلكين هيشتروا كام؟ قالك 15 وحدة. طب لو السعر زاد من 2 لـ 4 الكمية اللي المستهلكين هيشتروها هتقل من كام؟ من 15 وحدة لكام؟ لـ 12 وحدة. طيب لو السعر ارتفع من 4 لـ 6 هلاقي الكمية انخفضت من كام؟ من 12 لـ 9 وهكذا. هلاقي السعر لما زاد من 6 لـ 8 هلاقي الكمية بتقل من كام؟ من 9 لـ 6. فهلاقي اتجاه الأسعار ماله؟ 2 4 6 8 10، بيحصل لها عملية ايه؟ عملية زيادة. طب لو بصينا للكمية المطلوبة مالها؟ ها 15 بقت 12، انخفضت لـ 9، انخفضت لـ 6، انخفضت لـ 3، فهجد ده في اتجاه زيادة وده في اتجاه نقصان، يعني السعر بيزيد والكمية بتقل، فإذا يوجد علاقة ايه؟ عكسية. بين مين؟ بين الأسعار أو المستوى العام للأسعار والكمية المطلوبة، وده بيسمى مين؟ قانون الطلب، اللي هو بيوضح إيه؟ العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة ومين؟ ومستوى الأسعار الموجودة. ده بالنسبة لجدول الطلب. طب أنا الجدول ده عاوز أمثله في صورة بيانية، هعبر عنه بإيه؟ بصورة منحنى الطلب، اللي هو عبارة عن إيه؟ تمثيل بياني، اللي هو بمثل الجدول ده في صورة بيانية، بوضح الكميات المختلفة اللي هي 15 و12 و9 عند مستويات الأسعار المختلفة اللي هي 2 و4 و6 و8. طب لو بصيت للمنحنى ده هلاقي شكله ايه؟ لو خدت أول النقط 2 لما السعر كان 2 كانت الكمية 15، لما السعر زاد من 2 لـ 4 الكمية قلت من 15 لـ 12، لما السعر زاد من 4 لـ 6 الكمية حصل لها ايه؟ ها انخفضت من 12 لـ 9 وهكذا. هلاقي المنحنى ماله؟ سالب الميل، ينحدر من ايه؟ من اعلى الى ايه؟ الى اسفل. فبالتالي لو بصيت للمنحنى هلاقيه زي ما قلنا بينحدر من ايه؟ من اعلى اليسار الى اسفل اليمين. ليه؟ ليوضح العلاقة العكسية بين مين؟ السعر والكمية المطلوب. يبقى ده شكل ايه؟ منحنى الطلب، وتركز عليه كويس لان هنحتاجوه فيما بعد. طيب ايه محددات الطلب اللي هي العوامل الاخرى اللي بتأثر في الطلب؟ طب احنا زي ما احنا عارفين، هل الاسعار هي العامل الوحيد اللي بناء عليه بيحدد الكمية المطلوبة عندي او الطلب على السلعة؟ طيب لو بصينا دلوقتي يوجد ارتفاع في مستوى الأسعار، ورغم ذلك الكميات المطلوبة من السلع المختلفة بتزيد. طيب ليه؟ قال لك ممكن يكون في حصل في نفس الوقت، في نفس الوقت اللي حصل فيه ارتفاع في مستوى العامل الأسعار حصل زيادة في دخل المستهلك، أو زيادة أكبر من نسبة ارتفاع الأسعار، في الحالة دي هيزود الكمية، أو حصل زيادة في الأذواق، أو حصل زيادة في ثروة المستهلك. ففي الحالة دي هل مع ارتفاع الأسعار الكمية هتقل؟ قال لك لا، ممكن الكمية تزيد، اللي هي نتيجة مين؟ العوامل الأخرى. أهم العوامل الأخرى زي ما هنشوفوها اللي هو مين؟ تغير الدخل أو مستوى دخل المستهلك، وده من أكبر العوامل تأثيرا على الكمية المشتراة من السلع. إذا زاد دخل المستهلك هتزيد الكمية المشتراة أو الكمية المطلوبة من السلع مع ثبات ايه؟ العوامل الاخرى. طب لو العكس،
لو دخل المستهلك انخفض مثلا من 2000 ل 1000 جنيه، فهيبدأ يقلل الكميات المطلوبة او الكميات اللي بيشتريها من السلع المختلفة لتتأقلم مع الدخل الجديد. طب لو العكس، لو السعر، لو الدخل بتاعه زاد من 1000 جنيه ل 5000 جنيه، فهيبدأ المستهلك ايه، يزود طلبه على السلع والخدمات. طب فكلا الحالتين، سواء زاد الدخل او انخفض الدخل، هل احنا جبنا سيرة تغير سعر السلعة؟ لا. يبقى الحالة دي سعر السلع باله ثابت. لو افترضنا السعر كام، 6 وحدات او 6 جنيه للوحدة، ففي الوضع الطبيعي لو السعر 6 زي ما قلنا فوق، الكمية المطلوبة كام؟ 9 وحدات. افرض حصل زيادة في دخل المستهلك، فهيحصل ايه؟ المنحنى الطلب هينتقل ناحية ايه؟ اليمين. فعند نفس السعر، المستهلك بدل ما كان بياخد كام، 9 وحدات، هياخد كام وحدة؟ 12 وحدة، لأن الدخل بتاعه حصل له عملية ايه؟ زيادة. طب افرض العكس بقى، ها لو الدخل انخفض، هعبر عنه ازاي؟ بانتقال المنحنى ناحية اليسار. عند نفس الأسعار، السعر بتاع السلعة كام؟ 6 وحدات أو 6 جنيه للوحدة. طيب هينخفض الكمية المطلوبة من كام؟ من 9 وحدات لكام؟ ل6. يبقى إذا بعبر عن تغير مستوى الدخل أو تغير أي عامل من العوامل الأخرى بانتقال المنحنى ناحية اليمين في حالة زيادة الطلب، وناحية اليسار في حالة إيه؟ انخفاض الطلب. طب هل مستوى الأسعار بيتغير؟ لا، عندي مستوى الأسعار بيظل ثابت كما هو، لأن دي العوامل الأخرى دي بتأثر فين؟ في الطلب وليس في الكمية المطلوبة. طب هل في كل السلع الموجودة عندي لما الدخل بتاع المستهلك بيزيد الطلب على السلع؟ قال لك لا، ده أنا بقسم السلع إلى سلع إيه؟ سلع عادية وسلع إيه؟ دنيا. السلع العادية اللي هي لما بيزيد دخل المستهلك بيزيد طلبه على السلع منها، زي اللحمة لما بيزيد دخل المستهلك بيزود، بعد ما كان بيشتري كيلو أو 2 كيلو بدأ يشتري 3 4 كيلو. فإذا مع زيادة الدخل زاد طلب المستهلك على السلعة دي. طب السلعة الرديئة اللي هو أصلا المستهلك كان بيشتريها نتيجة لانخفاض دخله، لو سلعة زي الفول مثلا أو العدس، المستهلك كان بيشتري السلع دي لأن عنده دخله ما بيكفوش، فبيضطر يلجأ للسلع الرديئة دي. طب دخل المستهلك ده كان 200 جنيه، بقى 10 آلاف جنيه، هيروح يشتري السلعة دي؟ لا. فبالتالي الكمية المطلوبة من السلعة دي هيحصل لها ايه؟ هتقل مع زيادة مين؟ دخل المستهلك. يبقى نركز، القاعدة العامة بتقول إذا زاد دخل المستهلك بيزيد الطلب أو بتزيد الكمية المطلوبة، ولكن ده بيتوقف على مين؟ على نوع السلعة، هل هي سلعة عادية أو جيدة؟ ففي الحالة دي فهتبقى العلاقة علاقة طردية. طب لو السلعة سلعة رديئة أو سلعة دنيا، ففي الحالة دي الكمية المطلوبة من السلعة تقل، هو كان بيشتريها أصلا لأن دخله منخفض، فلما دخله زاد فهيبدأ يقلل الكمية المطلوبة منه. طيب تاني عامل من العوامل اللي بتأثر عندي في الطلب اللي هي تغير الأذواق أو العادات الاستهلاكية. لو نيجي مثال، على سبيل المثال، بعض الأفراد فضلوا نوع معين من السيارات، لو نفترض لانسر معين مثلا أو نيسان، هيزيد الطلب على السلعة دي. طب الأفراد قال لك لا، ده الماركة دي فيها عيوب كتير، ممكن عربية تتقلب أو بتاكل بنزين كتير، فهيبدأ إيه؟ الطلب على السلعة دي يقل. فإذا لو اتفق الأفراد أو الأذواق وعادات الأفراد اتفقت على موضة معينة، فده هيؤدي لزيادة الكمية اللي بيطلبها المستهلكين من السلعة دي. والعكس، لو السلعة دي لا تتفق مع أذواق المستهلكين وعاداتهم وتقاليدهم، فبالتالي هتقل الكمية المطلوبة منه. فبالتالي إذا اتفقت السلعة أو اتجهت أذواق المستهلكين تجاه سلعة معينة هيزيد الطلب عليها، وإذا السلعة دي ما اتفقتش مع أذواق المستهلكين هيقل مين؟ الطلب عليها. تالت عامل من العوامل اللي بتأثر عندي اللي هي أسعار السلع الأخرى. لو بصيت لأسعار السلع الأخرى وتركز فيها كويس، لأنها بيحصل فيها لخبطة، ناخدها واحدة واحدة. لو بصيت للسلع الأخرى بتتقسم لحاجتين، السلع البديلة، ودي السلع التي يمكن أن تحل نفس محل السلع أو تدي نفس الإشباع. أنا رايح أشتري لحمة ملقتش لحمة، جبت فراخ،
فالتالي الإشباع واحد. طيب رايح أجيب سمك ما لقيتش سمك، جبت أي نوع تاني من السمك ما لقيتش زي الشاي والقهوة، يبقى السلعة اللي بتدي نفس الإشباع لدى المستهلك. طب على سبيل المثال لو سعر السلعة زاد هيحصل إيه؟ المستهلك هيسيب السلعة دي ويروح إيه؟ يشتري السلعة البديلة. لا يعني لو سعر اللحمة حصل له إيه؟ زاد أو انخفض، فتبدأ إيه؟ الناس يزودوا الكمية منها، والعكس صحيح. طب نوضحها أكتر بالرسم البياني. لو بصيت للمحور الأفقي، الكمية المطلوبة من سيارات الهونداي، سعر العربيات الإيه؟ الهونداي. طيب نيجي للرسمة التانية، سعر العربيات التويوتا والكمية المطلوبة من السيارات التويوتا. في حالة أسعار السلع الأخرى سواء كانت البديلة أو المكملة، أنا ما بقارنش سعر سلعة بالكمية المطلوبة من نفس السعر من نفس السلعة، ولكن أنا بعمل إيه؟ ها، بقارن الكمية المطلوبة من سلعة معينة لو تكن سلعة ألف بإيه؟ بسعر سلعة أخرى لو هي إيه؟ ب. يعني أنا ما بقارنش كمية ألف بسعر مين؟ ألف، ولكن أنا بقارن إيه؟ كمية ألف بسعر إيه؟ ب. وتركز في النقطة دي كويس، يبقى أنا ما بقارنش سعر سلعة بالكمية المطلوبة منها، ولكن أنا بقارن سعر سلعة بكمية من مطلوبة من سلعة أخرى، أو كمية سلعة بسعر سلعة أخرى. طب لو حصل انخفاض في أسعار السلع البديلة هيودي ليه؟ ها، هنتقل المنحنى ناحية اليسار من D1 تو كام؟ D2. عند السعر اتغير؟ لا، ثابت زي ما هو، بس الكمية قلت من كام؟ من 40 وحدة لكام؟ ل 28 وحدة. طب لو جينا بصينا للنوع الثاني من السلع اللي هي السلع المكملة، اللي هي السلع لابد أن تجتمع معا، لابد أن تكونوا متكاملين، زي مين؟ الشاي والسكر، السيارة والبنزين. فبالتالي لو حصل ارتفاع في سعر واحدة من ده هيؤدي لإيه؟ ها، تخفيض الكمية المطلوبة من كلا السلعتين. فإذا ارتفعت أسعار السيارات هيحصل إيه؟ الكمية المطلوبة من السيارات هتقل، وما الكمية المطلوبة من السيارات هتقل، كمية الطلب على البنزين مالها؟ هتقل، لأن السيارات دي بتاخد مية ولا بتاخد بنزين؟ بتشتغل بالبنزين. فبالتالي لو عدد السيارات قل فالطلب على البنزين هيقل، والعكس بالعكس، لو ارتفع لو انخفضت أسعار السيارات هيزيد عدد السيارات وهيزيد الطلب على مين؟ على البنزين. أهو لو انخفضت أسعار السيارات هينتقل منحنى الطلب من كام؟ من دي لكام؟ لدي 1. فإذا العلاقة هنا علاقة إيه؟ ها، عكسية، أما فوق في السلع البديلة علاقة طردية. نيجي بعد كده اللي هي أهم حاجة، اللي هي عدد السكان. طيب لو افترضنا على سبيل المثال، هل الكمية اللي بيطلبها رب الأسرة مكونة من فردين زي الكمية اللي بيطلبها لأسرة مكونة من 5 أفراد؟ طبعا لا، فكمية السلع اللي بيطلبها أو كمية الخدمات اللي بيطلبها بتزيد مع مين؟ مع زيادة عدد السكان. فكلما زاد عدد السكان بيحصل إيه؟ زيادة في الكمية المطلوبة من السلع والخدمات المختلفة. فإذا العلاقة علاقة إيه؟ طردية. كلما ارتفع عدد السكان هيحصل إيه؟ هيزيد الطلب على إيه؟ السلع والخدمات، وينتقل منحنى الطلب ناحية إيه؟ اليمين. خامس حاجة اللي هي توقعات الأفراد بشأن الأسعار في المستقبل. بيقول لك قاعدة عامة، إذا توقع الأفراد ارتفاع الأسعار في المستقبل هيبدأوا إيه؟ يزودوا على الطلب منها. على سبيل المثال إحنا قاعدين دلوقتي وقال لك في حظر هتزيد الأسعار السلع والخدمات المختلفة، إيه اللي بيحصل للمستهلكين؟ بيحصل هلع لدى المستهلكين، فيبدأوا ينزلوا إيه؟ يشتروا كمية سلع وخدمات إيه؟ أكبر تكفيهم الفترة دي. فبالتالي ليه؟ لأنهم توقعوا ارتفاع أسعار السلع دي في المستقبل، فبيبدأ يعمل إيه؟ مخزون. طب لو العكس، لو قال لك الفترة الجاية دي ده هيحصل زيادة في الإنتاج،
والاسعار هتقل. هل انا هنزل اشتري دلوقتي ولا الطلب بتاعي هيقل بعد ما كنت بجيب 5 وحدات؟ لا، ده انا هجيب 4 او هجيب 3. ليه؟ هيجيب اللي يكفيني دلوقتي، لان انا عارف ان الاسعار هتنخفض في المستقبل، والعكس العكس. فاذا العلاقه علاقه ايه، طرديه ولا عكسيه؟ ها، عكسيه، لان توقعت ارتفاع الاسعار هيزيد الطلب ولا يقل؟ ها، هيزيد. يبقى علاقه طرديه ولا عكسيه؟ علاقه طرديه في نفس الاتجاه. توقعوا ارتفاع الاسعار في المستقبل هتزيد مين؟ الطلب. والعكس، توقع انخفاض الاسعار في المستقبل هتقل ايه؟ الكميه المطلوبه. ده بالنسبه لمين يا شباب؟ العوامل المؤثره في الطلب. احنا قلنا عندي اول عامل عندي اللي هو مين؟ سعر السلعه. ده بيأثر فين؟ في الكميه المطلوبه. طب العوامل الاخرى غير السعر، قلنا دخل المستهلك، الأذواق، أسعار السلع البديلة، أسعار السلع المكملة، عدد السكان، توقعات مين الأسعار. نيجي لآخر نقطة معانا، اللي هي إزاي أفرق بين التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة. لو بصيت للأول سبب التغير، التغير في الكمية المطلوبة ده بيرجع للتغير في سعر السلعة فقط. يعني كلمة الكمية المطلوبة دي ما انطقهاش غير إذا ما كانت العلاقة بين مين؟ بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها. يبقى لو زاد السعر بتقل الكمية، لو انخفض السعر ها بتزيد الكمية. وبعبر عنها بالإيه؟ بالانتقال من نقطة لأخرى على نفس إيه؟ المنحنى. طيب تغير الطلب، قال لك ده بيرجع بسبب أي عامل من عوامل أخرى اللي إحنا لسه قايلينهم، ها، دخل المستهلك، الأذواق، عدد السكان، اسعار السلع الاخرى اللي هي البديله وايه والمكمل. طب شكل المتغير بقى، ها قلنا في الكميه، التغير في الكميه المطلوبه بعبر عنه ايه؟ التحرك من نقطه لاخرى على نفس المنحنى. طيب التغير في الطلب ده بيكون بايه؟ انتقال المنحنى ناحيه ايه؟ اليمين في حاله زياده الطلب، او ناحيه اليسار في حاله مين؟ انخفاض الطلب الموجود عندي. تمام كده؟ يبقى احنا اتكلمنا النهاردة عن الطلب، وقلنا ايه هو تعريف الطلب، قلنا الكميات التي يرغب ويقدر المستهلكين في شرائها عند مستويات الأسعار المختلفة خلال فترة زمنية معينة، مع افتراض بقاء ثبات العوامل الأخرى على حالها. وقلنا جدول الطلب اللي هو بيوضح العلاقة بين الكمية المطلوبة عند مستويات الايه؟ الأسعار المختلفة. خدنا جدول الطلب ده رسمناه في صورة شكل بياني، فطلع لنا مين؟ منحنى الطلب، وهو منحنى سالب الميل، ينحدر من مين؟ من أعلى لإيه؟ لأسفل، من ناحية اليسار ناحية اليمين. قلنا سالب الميل ليه؟ لأن أنا عندي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة علاقة مين يا شباب؟ علاقة عكسية. طيب تطرقنا بعد ذلك للعوامل الأخرى المؤثرة في الطلب، قلنا السعر مش هو العامل الوحيد اللي بيأثر في الطلب، لا، ده احنا عندي الدخل، وقلنا العلاقة بين الدخل والطلب علاقة طردية، كل ما زاد الدخل بيزيد الطلب على السلع والخدمات، ده في حالة مين؟ ها، السلع العادية، أما في حالة السلع الرديئة أو الدنيا بيقل إيه؟ الطلب. تاني حاجة قلنا الأذواق، كلما اتجهت الأذواق تجاه سلعة معينة زاد الطلب وانخفض، والعكس صحيح، أسعار السلع البديلة وأسعار السلع المكملة. آخر حاجة اتكلمنا عنها توقعات الأسعار وعدد السكان. وده كان موضوع محاضرتنا النهاردة، وأشوفكم في محاضرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.